الحظ. صباح الحظوظ الكبيرة والأخبار الإيجابية للأبراج الفلكية. راهو نهار الحظ، الطاقة والأجواء الممتازة. نودعوا الشهر ونستقبلوا شهر جديد اللي حسب توقعات بعض الفلكيين يوعدنا بالخير والسعادة. والبداية مع الحمل اللي تتغير الأحوال، وصباحك راهو كله نشاط ومواعيد مهنية ناجحة. الثور تقاليه والكيفة الأبراج الترابية، بداية جديدة وعلاقة غرام في الأفق. وكان على الجوزات تنجح وتفرض سيطرتك على كل المواضيع المهنية اللي كانت خارج السيطرة. وما تنسيش اللي بداية الأسبوع هذا راهو الحظ الكبير تتمتع به أنتي. نتعدي وللسرطان، الحظ المزيان معاك، فما زيت الخير، مكسب مالي مهم راهو جاي في ثنية. ونهار اليوم يعدك بإنجازات مهمة واجتماعات ناجحة. ومع بعضنا يا سيف خلينا نفرح ونحتفلوا بعيد ميلاده ونتمنيولو كان الخير والسعادة. إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير. وكان على الفلوس راهو للأسد، رزقك يبان وكيف كيف زادة بيبان الساعة تتحل قدامك. ما تنسيش للأسبوع الأخر من جوان وثلاثة أيام الأولى من جوي يوعدك بالحظ الكبير. العذراء يحالفوا الحظ عاطفيا، هي راهي بداية مشجعة للعلاقة جديدة. وبالحوت على حظوظ ليامات الأخرى من جوان، البرج الميزان اللي حقق أهدافه عنده انتصار، فما أرباح مادية وإن شاء الله يا ربي تكون زادة معنوية. نتعديو للعقرب، نهار اليوم يحكي على اتصالات تخص سفرة مبرمجلها من مديدة، كيف وكيف القوس اللي نهار اليوم زادة يعدو بالخدمة والأخبار حلوة. وكان على برج الجدي هو فرصة ارتباط رسمي. زيد الشهر الداخل هوني نحكيه على جويليا، هو شهر العلاقات العاطفية. ما يبعدش برشا على حظوظ برج الدلو اللي تتغير الأحوال للأفضل، راهو يعيش الحب والرومانسية في أحسن حالاتها. ونختمو مع الحوت اللي يتجاوز خلافات شخصية عاشها مع الحبيب وقايت تودع صفحة وتستقبل بداية جديدة مليانة فرحة سعادة وبعيدة زيادة على الضغوطات النفسية.